طيب بما ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، ايه اللي ممكن يعمله النادي الاهلي من خلال ادارته الفنيه علشان يواصل سلسله النتائج الايجابيه في الدوري الممتاز؟ بص، هو النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا. خلينا نقول انه حصلت، بس يعني الجمهور طول الوقت عايز النادي الاهلي يكسب، ولكن لا، انت بتتكلمي مع منذ وصول كولر للقياده الفنيه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني يواصل نتائجه المميزه سواء في الدوري المحلي او في افريقيا، ولكن حصل بس القصه بتاعت مونديال الانديه والتعثر امام ريال مدريد، ثم التعثر بعد منه امام فلامينجو البرازيلي، ادت بعض يعني الحساسيه بين الجمهور وبين اللاعبين، خصوصا مع الفرصه الضائعه بتاعت محمد شريف. رجع منها النادي الاهلي على انه بتتكلموا في خساره من الهلال السوداني، كانت مفاجاه بشكل كبير جدا لجمهور النادي الاهلي، ولكن لاعيبه النادي الاهلي لديهم من الخبرات ما يكفي، المدير الفني السويسري كولر لديهم من الخبرات الكبيره، انه الفريق استعاد توازنه مره اخرى سريعا بعد الفوز على اسوان بثلاثيه نظيفه في ملعب اسوان في الدوري، وتصدره لقمه الدوري الممتاز برصيد 40 نقطه، وفارق كمان 3 ماتشات عن اقرب منافسيه سواء البيراميدز او الزمالك او بيوتشا. فبالتالي انه الاهلي لا ماشي بشكل كويس جدا في الدوري الممتاز، عنده فرص كبيره جدا في دوري الابطال، عنده ماتش يوم السبت مع سان داونز، انه يقدر يخرج بنتيجه ايجابيه امام سان داونز ويستعيد مره اخرى يعني زمام الامور في دوري الابطال. اعتقد ان النادي الاهلي متمرس في حته انه يقدر يلعب في كذا بطوله في نفس الوقت، انه خلاص يعني بالنسبه بشكل كبير جدا انه الدوري، يعني اعتقد انه النادي الاهلي هو الاقرب للفوز بيه، حتى انه لسه بدر بنتكلم، لسه باقي مثلا 14 جوله او 15 جوله، ولكن هو يعني الاكثر صداره والاكثر قربا من الدوري. في دوري الابطال النادي الاهلي عنده فرصه كبيره جدا انه يعني يتاهل الى الدور التالي رفقه صن داونز. اعتقد ان المجموعه مش صعبه بتاعت النادي الاهلي في دوري الابطال، وانه يقدر يتخطى الهزيمه بتاعت الهلال السوداني ويتاهل الى الدور التالي.